عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب مثال رائع في الشجاعة في الوقت اللي أسلم فيه. بيروي سيدنا ابن عباس رضي الله عنه أنا سؤل عمر عن سبب تسميته بالفارق، فأجاب عمر بأن حمزة ابن عبد المطلب أسلم قبله بثلاث أيام، وعندما أسلم هو قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ إن متنا وإن حيينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده، إنكم على الحق وإن متتم وإن حييتم. قلت ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن. فخرجنا في صفين، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر، حتى دخلنا المسجد فنظرت قريش إلينا فأصابتها كآبة لم تصبهم من قبل، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاروق. وروى سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، وما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر. وأضاف صهيب رضي الله عنه لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا ورددنا عليه بعض ما يأتي به. وروي عنه أيضا عندما أسلم عمر ذهب إلى بيت أبي جهل وضرب عليه بابه وأخبره بإيمانه بالله سبحانه وتعالى وبرسوله محمد وبتصديقه بما جاء به.